كلنا سمعنا المافيا اللي كينا في غرب تايلاند وبالضبط في بورما اللي كتستدعي يعني مغاربة وتونسيين وجزائريين وإفريقيين إلى ما غير ذلك باش أنهم يخدموا الإيكوميرس أو التجارة الإلكترونية أو لا شي حاجة من هذا القبيل هذا، ولكن الحقيقة فيها أشياء أخرى. يعني هذه المافيا هذه كدير واحد الطريقة اللي كتخلي الناس أنهم يطمعوا يمشيو يخدموا، أنهم كيقولوا بأننا لقينا فرصة عمل العمر ديالنا وأننا غادي نمشيو نخدموا واحد السالير اللي مزيان وكيمشي. وين هذه المافيا هذه يعني كتقطع لهم البي وكتقاد لهم حتى الفيزا وكتوجد لهم ريزرفاسيون ديال الاوتيل. يعني الناس كتطمع وكتقول هذه واحد الفرصه اللي ذهبيه ما خصنيش نضيعها، ولكن الحقيقه دائما ما كيكونوا اشياء اخرى واشياء مرعبه. هاد المافيا هذه كتدي الناس لهاد البلاصه ديال البورما اللي حاليا ما كانت تحت الحراسه ديال حتى شي سلطه، يعني نايضه فيها رفوضه نايضه فيها السيبه. وهاد المافيا هذه كتحجز الناس هادو حاجزه اكثر من 150 مغربي وزيادة على ناس آخرين من مختلف الجنسيات الإفريقية. يعني هاد المافيا هذه خطيرة وخطيرة جدا، كتحاول ما أمكن أنها تدير عقد عمل مع هاد الناس باش يخدموا صالحة التجارة الإلكترونية، وكتقول لهم بأنكم إلا بغيتوا يعني تساليوا هاد العقد ديالكم وتمشيو في حالكم ما عليكم غير حتى نتوما تجيبوا ناس آخرين وتقنعوهم بنفس الطريقة اللي قنعناكم حنا بها. مرحبا بكم معنا فيديو جديد وفي قصة جديدة غندويو فيها على المافيا التايلاندية اللي اختطفات اكثر من 150 مغربي. علاش؟ لان اش كيديروا هما؟ كتسني معاهم انت كونطرا ديال العمل خدام، حاولتي تهرب غادي تاكل العصا ديال بصح. كما كنعرفوا الاخوان ان في تايلاند وفي الغرب ديالها كاينه بورما، وبورما دابا حاليا نايض فيها الصداع ونايضه فيها الروينه ومكاينه من تحت حتى شي سلطه كاع نهائيا، يعني نايضه الروينه والفوضى. فيها المافيات، فيها الناس اللي كيبيعوا يعني الغبره، اللي كيبيعوا اي حاجه تصوروها كاينه تما، السلاح موجود، يعني نايضه الفوضى ديال بصح. يعني كما كنقولوا حنايا القوي كياكل الضعيف. ففي هذه المنطقه بالضبط كاينه هذه المافيا اللي كندويو عليها اللي محتجزه اكثر من 150 مغربي وبزاف ديال المئات ديال الاشخاص اخرين من مختلف الجنسيات الافريقيه. كما كنعرفوا ان هذه المافيا هذه كدير واحد الطريقه خطيره، انها كتستقطب هاد الناس هادو بواحد الطريقه ديال انه كيديروا واحد الاعلان باش انهم يعني كيقلبوا على الناس اللي كيخدموا في التجاره الالكترونيه وفي هذا الاي كوميرس الى ما غير ذلك. فمن بعد ما كيغريوهم وكيدير كيقطعوا لهم البي وكيحجزوا لهم اوتيل وكيقدروا لهم حتى الفيزا وكيديوهم لتما، كيكتشفوا هاد الناس انهم يعني كاينين تحت واحد المافيا اللي خطيره وخطيره جدا، وكيسنيو واحد العقد عمل بلا خاطرهم كيف ما كنقولوا، يعني بزز عليهم كيسنيو هاد العقد ديال العمل اللي كيكون غالبا من 6 شهور حتى العامين، يعني كل واحد الكونترا اللي كيسنيو معاه. ففي هاد العقد ديال العمل يعني انك تخدم لصالحهم باش انك ترد لهم يعني اول حاجه دوك المبالغ الماليه اللي خسروا عليك، وانها انك يعني الاحتيال الالكتروني كيف ما كنقولوا من ضمن هاد الطرق ديال الاحتيال الالكتروني، انك يعني تستقطب ناس اخرين وانك انت تقنع ناس اخرين باش انهم يجيو يخدموا تما في تايلاند، يعني بالطريقه اللي تنصب عليك انت بها غادي تنصب انت على ناس اخرين، او لا الا ما درتيش هذا الشيء غادي تعذب وغادي يعني تغتصب وتضرب باي حاجه ممكن تصورها غادي ترى عليك في ديك البلاصه من هاد المافيا هذه اللي مختطفه اكثر من 150 مغربي ومغربي. قصة كاملة كتبدا من الجروبات اللي كيكونوا في فيسبوك، الناس اللي كيبغيو يخدموا اي كوميرس او التجارة الالكترونية كيكونوا جروبات كيتبادلوا فيها المعلومات والعمل الى ما غير ذلك. فكتلقى شي مغربي او لا شي مغربية حاط بوست وكيقلب على الناس اللي بغاو يخدموا في هاد الدومين هذا. فاكيد انت الا كنتي كتعرف داك الدومين كتكومونتي وكتتواصل مع داك الشخص اللي حاط داك البوست، يعني وداك الشخص اللي كيكون حاط داك البوست كيكون هو يعني حتى هو مخطوف خدام مع ديك المافيا اللي كاينة في تايلاند واللي كاينة في بورما، هو يعني دايرينو باش انه يستقطب ناس اخرين ويجيبهم لديك المافيا يخدم، لانه الا ما دارش هذا الشيء هذا غادي تمارس عليه اشد العقوبات كيف ما قلت لكم من قبل. فهنايا يعني كيبدا هذا الشخص هذا كيجمع واحد خمسه او 10 ديال الناس وكيجمع المعلومات ديالهم، تصاور الباسبور ديالهم، كيقول لهم غادي نقاد لكم يعني الباسبور، غادي نقاد لكم يعني البي ديال الطياره غادي نقطع ما غاديش تخلصوا والو، غادي نخرج لكم الفيزا ما غاديش تخلصوا والو، لوطيل مريزيرفي ما غاديش تخلصوا والو. يعني كيطمعوا كيقولوا
ان فعلا هذه خدمه اللي كنتسناوها بفارغ الصبر وهذه فرصه عمل يعني ما خصناش نضيعوها. فاول حاجه يعني ملي كيسافروا وكينزلوا في ماليزيا كيلقاو اوتيل لي مريزيرفي 5 طوال العام سيدي كيجلسوا واحد 3 ايام كلشي على حساب يعني الناس اللي غادي يخدموا معاهم وهما ما عارفينش بان دوك الناس غادي يخدموا معاهم راهم مافيا. فمن بعد ديك 3 ايام كيتفاجئوا بانهم غادي يسافروا للمقر ديال العمل ديالهم ومن بعد كيتفاجئوا بانهم غادي يديوهم البورما وتمايا غادي يبداو الخدمه ديالهم تحت يعني ديك العصابه اللي غادي يعني غادي تقول لهم هاشنو ديروا هاشنو ديروا لانهم حتى هما خصهم ينصبوا على ناس اخرين بنفس الطريقه اللي تنصب عليهم بها. لذلك هاد المافيا كتخدم هاد الطريقه اللي خطيره وخطيره جدا باش انها تستقطب ناس يجيو يخدموا لصالحها وكتغريهم بداك لوطيل وديك القضيه ديال غادي يعني الفيزا على حسابنا والطياره على حسابنا الى ما غير ذلك. لذلك الناس كيطمعوا كيقولوا يعني هذه هي فرصه عمل وفي نهايه المطاف كيلقاو واحد الواقع اللي خطير وخطير جدا. الناس اللي كيبداو العمل مع هاد المافيا وكيتنصب عليهم وكيديهم البورما فينفو كيبداو العمل ديالهم كيسنيو على العقود العمل اللي اكيد غادي تسني عليها لان بزز منك غادي تسني عليها كينقطع الاتصال مع والديهم على الاصدقاء ديالهم نهائيا لانهم كيوليو مراقبين من قبل هاد المافيا هادي وكيراقبوا التحركات ديالهم والى حصلوا شي واحد كيدوي مع شي واحد من العائله ديالو ولا كيقول له شي حاجه راه كيمارسوا عليه اشد انواع العقوبات والتعذيب اللي كيطرا تما هي في بورما. وكيف ما كنعرفوا ان بورما يعني ما كاينه حتى شي سلطه كاع نهائيا ونايضه فيها السيبه والروينه والسلاح والمافيات الى ما غير ذلك يعني ما كاينش حتى شي واحد اللي غادي يرحمك او البوليس او لا شي حاجه لان البلاصه كيف ما كنقولوا سايبه ديال بصح. لذلك هاد المغاربه هادو كاينين تمايا ويعني والقضيه صعيبه كيفاش ان السلطات تدخل او لا السلطه ديال تايلاند انها تدخل لان ما كايناش البلاصه تحت الحراسه ديالها باش انهم يديروا شي حل لهاد الناس اللي محتجزين في هاد البلاصه هادي. واحد الاخ من هاد الناس هادو اللي محتجزين من طرف هاد المافيا هادي اللي كاينه في بورما خرج ودار واحد السطوري وكايناش السلطات باش انهم يتدخلوا وينقذوهم من هاد المافيا هادي. فمن بعد مده قصيره غادي ينقطع الاتصال معاه نهائيا واكيد انه غادي يكون يعني تمارست عليه اشد العقوبات والله اعلم انه يكون مات او لا شي حاجه من هادشي. فكنتمنوا ان شاء الله خير. فمن بين هاد الاعمال اللي كيديروا هاد الناس اللي كيكونوا محتجزين وكيديروهم بلا خاطرهم من قبل هاد المافيا هادي انهم كيديروا الاحتيال الالكتروني بشتى انواعه يعني يقدروا يكونوا كيسرقوا بنوك يقدروا يكونوا كيسرقوا ناس يقدروا يكونوا كيديروا اي حاجه ممكن تصورها لان الناس كيكونوا عندهم درايه بهذا الدومين هذا وكيكونوا عارفين بزاف ديال الحوايج. لذلك يعني ملزم انهم يديروا داك الشيء اللي غادي تقول لهم المافيا واكيد انهم غادي يطبقوا لانهم الا ما طبقوش غادي تمارسوا عليهم اشد العقوبات. فواحد الاخت خرجت وكتناشد يعني واحد الصحيفه الكترونيه وكتقول بان الاخ ديالها كاين تما وانقطع معها الاتصال نهائيا يعني من بعد ما خرج وقال هذا الشيء هذا اللي قلت لكم من قبل. الاخ ديالي غامر واحد المغامره لونسا واحد الفيديو من تما يعني لقى الفرصه لونسا واحد الفيديو تيهضر فيه على انه مختطف وماشي هو انسان بليد ولا غبي باش انه يدير بلاغ كاذب. صراحه هذا الشيء هذا خطير وخطير جدا لان بزاف ديال الشباب بزاف ديال الدراري من بعد ما مشاو يعني لماليزيا بنفس الطريقه بنفس لي زيتاب اللي عاودت لكم من قبل وصلوا لماليزيا وجلسوا في الوطيل يعني سولوا على راسهم وعرفوا بان هذا الشيء هذا يعني راه خطير وخطير جدا وراهم غادي تختطفوا من شي مافيا وهربوا بحالهم. ولكن هادو غير شويه من بزاف ديال الناس اللي تقولوا اللي شافوا الوطيل وشافوا البيه مخلصه وشافوا يعني حتى الفيزا هما اللي قطعوها لهم الى ما غير ذلك فكيطمعوا كيقولوا فعلا هذه فرصه عمل حقيقيه هاد الشيء هذا ما كاينش. يعني اي واحد يعني كمل في هذا الطريق هذا ومشى باش انه يخدم فاكيد كيتنصب عليه وكيمشي كيخدم تحت الحراسه ديال هاد المافيا وداك الشيء اللي غادي يقولوا له هو اللي غادي يدير وغيمارسوا عليه اي شيء ممكن تصوروه لان ديك البلاصه فين كاينه هاد المافيا والبلاصه فين كاينين هاد الناس اللي مختطفين فما كاين حتى شي حمايه فيها كاع نهائيا وغادي توقع اي حاجه ممكن تكون تمايا من جرائم من قتل من ضرب من جرح من اغتصاب الى ما غير ذلك. فكنتمنوا خير ان شاء الله وكنتمنوا ان هاد الاشخاص هادو يتم الافراج عليهم في اقرب وقت ممكن وان يعني السلطات يتحركوا وتكون شي حاجه اللي ما نكونوش يعني كنتصوروها وتكون خير ان شاء الله لهاد الشباب اللي محتجزين في هاد المكان هذا من طرف هاد المافيا اللي خطيره وخطيره جدا. تحياتي لكم السلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد إن شاء الله.